الدولار ابو 9 جنيه النهارده هيبقى ب 18 جنيه. انا كنت بضرب الودع، لا ما بضربش، بس انا شايف وضع قدامي. موضوع كبير يا اخواني، لا تموت لا تعيد بناء الاقتصاد. كمية الدمار الاقتصادي اللي عملوه بقى 10 سنين. هقول لك كل حاجة. يقول لك ب 7 جنيه طبيعي، بتقف على الدولة ب 14 جنيه، ده بيولع لك في بيتك يا قلب. احنا بنرجع لورا. توفيق عكاشة عشان تسمعه لازم تسمعه زي مسلسل رمضان. تفهم ايه اللي ممكن يحصل؟ ما فيش حد هيخلص عليكم، انتوا اللي هتخلصوا على نفسكم. الامن والامان يا اخويا، الامن والامان. اذا كنت دلوقتي بتتصور جنب كيلو اللحمه، بكره مش هتعرف حتى تتصور جنبه. بيتك الكبير هو مصر. عز بيقول لي، بقول لك ايه، عايزين ناكل عيش، طلع لي التوقعات بسرعه بتاعتك. حاضر يا عم، طلع التوقعات بتاعتك، مش عايز حد يسمعك. انا بقول لكم اهو، اللي مش هيسمعني ورا بعضه ده يا ما تجعله يسمعني خالص. لو الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه انا هطلع اقول عليه. طبعا بتسمعوا كلام اول مره يتقال، وبتسمعوا كلام ناس هتقعد تعمل عليه جدل، لا انا عارف بقول ايه كويس قوي. كهربا غلت، ده غلت 30 مره، مصانع مش هتشتغل. الدوله الوحيده التي لا يوجد فيها مراكز للاقواء بتاع اللاجئين هي مصر. ليه؟ ما تفوق يا جدع، ما تصحى يا جدع انت اهو. الهدف تحطيم ال 103 مليون نسم. القادم خطير، والمسؤول الاول والاخير امام الله لعبور هذا الامر هو الشعب وليس الحاكم. العاصمة، رمضان يجمعنا.